الموضوع المهم ها نقطة نظام نقطة مش نظام يلا رسالة لوليدي فراج، المفروض أنك الآن ترفع من روح المعنوية لحراس المنتخب سواء للعويس أو فواز القرني. أنت في مقدمة البرنامج بتقول فرحة المنتخب دخل الفرحة في بيت كل سعودي، بالعكس دخل الفرحة في بيت كل عربي سعودي وعربي، لأنه فرحنا كلنا، مش فرح السعوديين بس، احنا فرحنا كلنا كلنا والله فرحنا اقسم بالله. مبروك وليد، مبروك الشعب السعودي، اهداء خاصتك يا وليد مذيعنا الناجح. يا منتخبنا ان شاء الله تحقق املنا. هداها ان شاء الله يا رب. المليون مبروك لعشاق المنتخب السعودي والشعب السعودي، ان شاء الله الدوحه، ان شاء الله عقبال التاهل ان شاء الله. لك ابو بدر بالبركه وليد الفراج. ايوه الف الف مبروك للمنتخب، لكن عندي ملاحظه للمدرب، ليش ما ضم الظهير الايسر متعب الحربي للمنتخب؟ صحيح، شكرا لكم لمشاركاتكم.